خبر خبر اللي ولا اللي كان أفضل الناس لها ولا الزغدي هذا أفضل الناس هو مناعي ومن أبنائي مثلا النشأة تاعي النشأة فحال يسر يكون مثلا زراعة حاجة في وسوف يكون زراعة تلميذ مثلا يمثل الأغنية الصوفية ومثل الأغنية غير خلال الأغنية حتى الخليجية مثل كل أغاني على كل حال هو متربي معنا متربي مع أحمد ولدي متربي مع أشقاء ويخدم مع ولدي ويخلي ولدي يخدم معه على كل حال أسرة واحدة حتى وانا خبرتني بنتي من عنابة تبكي كان مثلا عجيز عليها وتوفى والعائلة كلها مثلا تفاجعة كبيرة ما نقدرش نقول أكثر من هذا نقول على كل حال الله يرحم التلميذ هذا ولا على كل حال ولي جعلنا بساحة جنان هؤلاء صبر وديه وصبر ميمته هو هذا الولد الوحيد اللي رأى مثلا فرحين به الواد سوف وأشقانا في تونس وعلى كل حال اللي هي اللي دعوة التلفزيون هاي مثلا تخلي شي سهلة تعرف هو معروف هو مثلا صوته وبغني على كل حال ما نقدرش نتكلم أكثر الطريقة اللي توفى بها هل نعم الطريقة اللي توفى بها والله الطريقة توفى بها يقولوا طاح من البوط وطاح مثلا يتسلل البوط ومشي يحل الباب مش ما يزعجش يوديه فلقوه وديه خارج للصلاة في السرير بكرة يلقاه مثلا مرمي قدام طاح على راسه هذه هذه هذا الشيء اللي الخبر الناس ما عارفين مش حادث مرور ليس حادث مرور نعم ليس حادث مرور لا 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 حادث هو قدام الحوش بتاعه طاح تسلل على البوط يكون في البوط بتاع بس يحل الباب مش يطلع البلكون لازم يكون ممكن يزلق طاح هذا الخبر اللي عندنا جت الحمايه المدنيه ذاتها جت المدنيه والبوليس الشرعي كل شو وكيل الدوله كل جو والمصوره ثانيه كي كاميرا صورت اللي يكون على الحال كاميرا صورت الحادثه كيما ما صورش كل الحادثه ولكن صورت الالتماس نتاعها وبعد الخبر توجيبه مثلا نتاع البوليس الخبير ولينا على اسمه البوليس الشرعي الطبيب الشرعي هو اللي يعطينا النتيجه بعد الله يرحمه ويخلو الله يرحمه الله يرحمه شكرا